يرجوه. تمام، بس ابرز ارقام المباراه اللي بينت يعني سيطره الاهلي زي ما الكابتن عماد النحاس قال، يعني في استحواذ افضل للنادي الاهلي، شفنا في الركنيات كان التفوق للنادي الاهلي، كان ممكن النادي الاهلي يضيف الهدف الثاني حتى برغم يعني الاداء اللي احنا بنقول مش زي الشوط الاول. بالظبط، يعني هو في الشوط الثاني الاهلي كسب كل استحواذه، واجمالي المباراه يعني راحت ل 55% 56% للاهلي تقريبا مقابل 44% لزد، 8 ركنيات ولا ركنيه لزد، يعني حتى العرضيات 14 عرضيه للنادي الاهلي منهم بس 3 بشكل صحيح، وزي ما قالوا الكباتن ما استغلناش الضربات الثابته او الركنيات او العرضيات بشكل يعني افضل. الناحيه الثانيه برضو حتى زد ما وصلتش في العرضيات بشكل كبير جدا، يعني عندها 9 عرضيات طوال المباراه. وانت بتتكلم معانا الاحصائيات المباراه على الشاشه، حتى التسديدات على المرمى فعلا الاهلي سدد 9 تسديدات، تخيل منهم واحده بس على 3 خشبات، يعني ما فيش تشكيل ما شكلتش خطوره بشكل كبير جدا. الناحيه الثانيه زد نفس الكلام، وصلوا ووصلوا حتى ولعبوا بعض الباصات داخل منطقه الجزاء على النادي الاهلي، سددوا 7 تسديدات منهم واحده فقط على الثلاث خشبات ما شكلتش اي خطوره. يعني تقريبا محمد شناوي في اخر الشوط الاولاني شال الكوره اللي كان فيها خطا طبعا في الخروج بالكره. ده يعني ابرز الارقام. لون بول النهارده وده رقم مميز للاهلي، مظبوط هو رقم مميز بالنسبه لكن ما تمش استغلاله بالشكل الصحيح زي ما قلنا. حتى التمريرات النهارده 406 تمريره كلهم كانوا منحصرين في نص الملعب، يعني كان الاستحواذ كله في نص الملعب بعض الباصات شفناها. الشوط الثاني زد لعبه الدفاع المتاخر وثابت النادي الاهلي، ثابت له الاستحواذ وبدات ان هي تشتغل ان هي تقطع الكوره وعايزه تبني او تلعب على التحولات، ولكن اللونج بولز النهارده كان رقم كبير جدا، يعني 56 لعبه للنادي الاهلي كرات طوليه يعني بدقة وصلت لتقريبا اعتقد 25-30%، دقة ضعيفة جدا، لان كان مشكلة اللي ظهرت من بداية الشوط الاول حتى مع الشوط الثاني عدم الخروج بالكورة بشكل صحيح، اعتمدنا على اللونج بول. الشوط الثاني بدا في بعض الهجمات يا كابتن اسامه بعض التحسن في الدبل باصص شفناها ما بين امام ما بين حسين، في كام لعبه اتلعبت حتى ليحيى عطيه الله اللي وقف عليها وجت منها ركنيه، هم دول الشكلين اللي احنا قدرنا نلعب كره على الارض ونخترق بيهم من العمق بدبل باص. غير كده معظم اللعبات كانت عباره عن لونج بول كلها مقطوعه، استحواذ في نص الملعب، باصات كتيرة صحيحة ولكن مفيش باصات كاسرة للخطوط، مفيش ثرو باصص في العمق شكلت أي خطورة إلا يعني لعبتين فقط. الجبهة اللي طبعا كانت شغالة بشكل أفضل هي جبهة طاهر مظبوط مع عمر كمال، وكان بتضم لهم مروان طبعا عمل استخلاصات كتيرة جدا، ولكن يعني المس باص كان عندنا كتير جدا.